يقول السائل: هل هناك حكمة إلهية في وضع الصلاة الجهرية والصلاة السرية، بمعنى أن الفجر والمغرب والعشاء جهرية والظهر والعصر سرية؟ الله أعلم، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويقبل الإنسان على القرآن، فيستحب الجهر لأنه تنقطع فيه الشواغل. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فيجهر بالقرآن لأن هذا أبلغ في التأثير والاستفادة من القرآن. أما في النهار فيه شواغل وفيه أصوات وفيه كذا مشوشات، فإنه يسر بالقراءة.